السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائنا الأعزاء متابعينا في مكان متابعين في اليوم مبدعون. أهلا وسهلا بكم في فيديو توضيحي لطريقة التسجيل على موقع البورد أوف فارماسي سبيشالست. نحب نوضح لحضراتكم إن التسجيل على الموقع مجاني، ما بيحتاجش لأي رسوم ولا كريدت كارد ولا حاجة، جاست مجرد بيانات تثبيت عن حضرتك أو حضرتك، أهمها الاسم والإيميل، يكون فاليد إيميل أدرس. تمام. التسجيل زي ما قلنا، بندخل على موقع البورد، بنكتب بورد اوف فارماسي سبيشالست على اي براوزر او اي موقع بحث، هيطلع لي الموقع. هاجي على ماي بي بي اس وادوس ريجستر، هيفتح لي الصفحه بتاعه الريجستريشن. هنفترض ان احنا هنسجل لشخص اسمه احمد محمد عبد الواحد، فالفيرست نيم هيبقى احمد، الانيشال هيبقى ام، لاست نيم عبد الواحد. الإيميل هيبقى أحمد، تمام، وهدوس نكست. هيفتح لي صفحة هدخل فيها البيانات بتاعتي. طبعا البيانات اللي عليها نجمة حمراء دي المفترض ان معناها ان لازم املاها، اللي هم فون لايسنس نمبر، ده على حسب الرخصة اللي أنا مقدم بيها. يعني مثلا بغض النظر عن الدولة اللي أنا منها، أنا مثلا مصري ومقيم في السعودية، وهقدم الترخيص بتاع السعودية، فأحط رقم الترخيص بتاع السعودية، وهنا تاريخ استلام الترخيص أو تاريخ الترخيص الأولي، أول مرة استلمت الترخيص إيه. طبعا لو أنا مر عليا مثلا مقيم في السعودية أو في أي دولة من دول الخليج، ومر عليا من الترخيص 3 سنين، ممكن أروح أحط عادي ب رقم الترخيص بتاعت الدولة اللي أنا فيها، لو ما كانش أنا المفترض إن أنا أبقى بمارس المهنة 3 سنين أو بعد التخرج ب3 سنين وأكون بمارس المهنة. فبالتالي لو أنا لسه جاي جديد هيبقى مش هينفع أحطه. ليه؟ لأن المفترض إن أنا أبقى مارست 3 سنين خبرة. فلو كده هحط رقم الترخيص زي ما قلنا هنا وتاريخ الترخيص. ايه البلد اللي انا حاطط فيها رقم الترخيص؟ لو كان في الخليج هقول في الخليج، لو كان من مصر هقول رقم البلد اللي انا واخد منها الترخيص. هل تم ايقاف الترخيص قبل كده؟ هقول لا. لو قلت يس هقول ايه السبب؟ لا قدر الله لو كان حد توقف الترخيص بتاعه لاي سبب. بعدين ادوس نكست، اللي هي المعلومات، البلد اللي حضرتك او حضرتك متواجده فيها. outside the USA and Canada. بالنسبة للرمز البريدي، ده حسب المنطقة اللي حضرتك أو حضرتك متواجدة فيها. تمام. البيانات دي طبعا بيانات العمل وبيانات المنزل، دي بملاها عشان بيبعتولي عليها المفروض إن شاء الله بعد النجاح
الشهادة بتاعة البورد، بعدين باجي هنا الامبلويمنت آخر حاجة أنا شغال فين، مثلا كوميونيتي فارماسي تشين، وبعدين أقول سي. هتجي لي الرسالة دي زي ما حضراتكم شايفين إن أنا سجلت بنجاح في الموقع بتاع البورد. هفتح الإيميل بتاعي اللي أنا سجلت بيه، هلاقي رسالة من موقع البورد مكتوب فيها رقم الإيميل، الاسم اللي أنا مسجل بيه والباسورد. هاجي هنا هعمل لوك أوت، وهنشوف إزاي من البداية هدخل لوك إن بالبيانات الجديدة دي. زي ما قلنا هنفتح تاني موقع البورد، وهنيجي على لوك إن بقى مش ريجستر. هكتب هنا اليوزر نيم عبارة عن الايميل اللي انا سجلت بيه، والباسورد اللي اتبعتت لي. اعمل لوجين، هيفتح لي هنا ايه الشاشة المبدئية للتسجيل على موقع البورد زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله في فيديو لاحق بعد كده هنوضح ازاي طريقة التسجيل ودفع المصاريف للتسجيل في الامتحان ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، موفقين بإذن الله، ونتمنى انكم تستفيدوا بوجودكم معنا في فريق مبرون، وتحت امركم في اي استفسارات، ونشوفكم على خير.